تعدد النهارده فوق ال 120 عيل عندي، يمكن 70 80 مسلم و 42 مسيحي. انا بس موجة المحبه. الاثنين يعني بس عن كل واحد على حدة، مش خلطة بلطة بعضي، ده يسمع من ده ومش عليه وده يسمع من ده مش عليه، لا. وإنما المسيحي نفس النظام، حافظ أناجيل، حافظ آيات زيادة عن 50 سنة، يعني اللي علمهم كبر وتجوز وجابوا لي ولادهم علمهم. الشهر 10 جنيه، 10 جنيه في محبة أحسن من 100 فيها غضب، فيها زعل، فيها عدم محبة، ملهاش طلب. ده كله بموافقة المدرسين وأولياء الطلبة عندي هنا. كمان اللي هتساعده هنزعل ليه، ده أنت أبونا، ده أنت جدنا، ده أنت علمتنا. ودايما يقولوا دي غلطة، دي شيطان، فعل شيطان، دخل شيطان وسطينا هو اللي عمل الخبصية دي، خلانا دقينا ببعض. إنما إحنا من يومنا لا نعرف مسلم ولا مسيحي، دي أصلا دي غلطة شيطان. احنا بنجمل بعض المسلمين والمسيحيين.